السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. انا ميدو من مصر، النهارده اخدكم معايا في جوله كده في المدينه عندي، او يوم عمل عادي بس في ظل السياسات الجديده للصين في الانفتاح من الكورونا. دلوقتي انا وصلت محطه الاتوبيس، قاعدين مستنيين الاتوبيس دلوقتي. من الحاجات اللي انا شايف ان هي كويسه حاليا من السياسات الجديده، ان اثناء فتره الكورونا كان التاكسيات العربيات ما ينفعش تروح بره المدينه، عشان انا ساكن في المدينه غير بكين، فمثلا لو انا عايز اركب تاكسي او كده لحد بكين ما ينفعش، لكن حاليا عادي ممكن اطلب تاكسي لحد بكين، بس انا بفضل اركب الاتوبيس العادي. دلوقتي احنا وصلنا محطه المترو اللي هنا في بكين. برضه دلوقتي ركوب المترو مبقاش محتاج ان احنا يكون معانا التيست بتاع الكوفيد لمده 72 ساعه او 48 ساعه. برضه لاحظت ان هنا دلوقتي في بكين ان في اماكن كتير قوي كانت مخصصه لعمل مسحه الكورونا، دلوقتي الاماكن دي مش موجوده في بكين، فشايف ان الحياه الطبيعيه بترجع واحده واحده هنا في بكين. الموضوع بقى لذيذ خالص دلوقتي بصراحه. من الحاجات اللي دايما بتخليني مستغرب هو تعامل الاعلام الغربي مع ملف الكورونا هنا في الصين، ان هم دايما مش راضيين عن الاداء هنا في مكافحه الكورونا. اول ما الكورونا ابتدت، على فكره انا عادي انا في الصين يعني بقالي داخل على 4 سنين، فحضرت الكورونا من اولها لحد دلوقتي. فاول ما الموضوع ده ابتدى في وخان، الاعلام الغربي الصين وتعاملها مع الموضوع ما كانش كويس وكده، بس انا شفت فعلا التعامل كان كويس. وبعد كده الصين لما عملت اللقاح او المصل كانت بتبعته لدول كثيره جدا، منهم مصر على فكره، وبرضو الماسكات كانت بتساعد بلاد كتير، فتعاملها مع الموضوع انا شايفه الى حد ما يعني كويس. برضو حاليا كانوا بيقولوا حوار الحجر والتعامل مع ملف الكورونا الى حد ما صعب شويه، سياسات صعبه، فبرضو ما كانوش راضيين كل الرضا عن الموضوع ده. برضو لما الصين قررت اللي هو تتخذ سياسه الانفتاح على موضوع كورونا، برضو ما كانش عاجب الاعلام الغربي، فشايف الموضوع غريب. شايف ان في سنة تهويل من الاعلام الغربي على موضوع كورونا. اي نعم، في بعض الاحيان السياسات بتكون صعبة شوية، زي مثلا الحجر والتعامل مع الكورونا، بس ده فعلا عشان الموضوع كان سيريس وكان من اجل سلامة المواطنين اللي قاعدين هنا، منهم انا مع اني مش مواطن صيني، بس فعلا كانوا، فدي حاجة كويسة جدا. واتمنى ان الكورونا تنتهي بقى قريب، مش في الصين بس، في العالم كله، عشان نقابل بعض المرة الجاية من غير ما نلبس ماسكات، فان شاء الله تنتهي قريب.